فهذا هو الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يذكر في البداية والنهاية نقلا عن ابن الجوزي في أحداث سنة 53 أن رجلا يقال له عبده ابن عبد الرحيم، كان هذا الرجل كثير الغزو للروم، يخرج في سبيل الله رب العالمين مجاهدا معرضا نفسه لأن يكون قتيلا نحسبه حينئذ شهيدا إن فعل، ولكن كان كثير الغزو للروم. ثم إنه في مرة من مرات غزوه وفي حالة من حالات الحصار لحصن من حصون الروم رأى امرأة من الروم فهويها فراسلها: كيف السبيل إليك؟ فقالت: لا سبيل إلا بأن تترك الدين وتدخل في الدين، لا سبيل إلا بأن تترك الإسلام وتدخل في الكفر. ففعل، فخرج متسربلا بأذيال الظلام حتى دخل الحصن وترك الدين ودخل في الباطل في الكفر، فكان هنالك. يقول راوي القصة: فكنا نمر عليه بعد ذلك وننظر إليه ونقول: كيف شأنك؟ فيقول: والله إني الآن ما أذكر من القرآن إلا تلك الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالله رب العالمين هو المسؤول أن يثبتنا على الدين الحق، فإن عناصر الثبات قد عزت بل ندرت، وإن وسائل سوء الخاتمة قد كثرت بل قد غزت العقول والقلوب والحياة في جميع مناحيها، وإن الرجل لا يستطيع أن يثبت إلا بتثبيت الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مخبرا عن الفتن: إنها عظيمة حقا، يبيت الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا متى ما لوح له بشيء من أمر الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرض هاهنا منكرة للدلالة على التحقيق، ويبيع دينه بعرض من الدنيا لأي شيء كان، المهم أن يبذل له ما يبذل، ولو كان حقيرا ضئيلا، ولو كان كالعظمة التي ترمى للكلب بمزجره، فهي شيء من أمر الدنيا وحسبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله رب العالمين وحده هو الذي يربط على القلوب. وهذا ابن السقائي كان يحضر مجالس العلم ويغشى منتديات العلماء ويسمع العلم والفقه، ثم دخل مرة حلقة الإمام الهمذاني فأساء الأدب وسأل سؤالا عجيبا، فقال له: إني أشتم في سؤالك رائحة الكفر، وإني أخشى أن تموت على غير الملة. فكان الذي أخبر به: وأما أهل الثبات فخذ إليك مثالا واحدا منهم، رضوان الله عليهم ورحمته على من أتى بعض الصحابة منهم، هذا خبيب بن عدي رضوان الله عليه، وهو هنالك يحمل ليصلب لتضرب عنقه، وهو يترنم بذلك الأمر العظيم الذي هو نسبته للدين الكريم، دين رب العالمين الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يبالي، وإنما ثباته على دين ربه هو المهم. هذا أمر ينبغي أن يأخذه المرء على أنه مشكلة، مشكلة شخصية وشخصية جدا وخاصة إلى أبعد الحدود. فإن المرأة وحده هو الذي يعلم سره بينه وبين ربه، وحده الذي لا يستطيع أن يخدع نفسه، وحده الذي يدري خبره ويدري سريرته، وحده الذي يطلع على خبيئة نفسه ومخبوء ضميره ومكنون فؤاده ومتواري سريرته، وحده. فهي مشكلة شخصية جدا وسرية إلى أبعد المدى. المرء وحده هو الذي يستطيع أن يعلم أهو مستقيم على الجادة
التي أم هو منحرف عنها وحده؟ الذي يستطيع أن يقف من أجل أن ينظر وازنا الأمور بميزان الله رب العالمين، أهذا لأجله أم هذا لوجه الشيطان؟ أهذا لوجه الحق أم هو لقفاه؟ إن الله رب العالمين بيّن لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي رواية قارئ، يعني حمل القرآن فهو يتلوه، ثم يدنيه الله رب العالمين ويقرره ويذكره بنعمه عليه فيقر بها ويذكرها فيقول ما عملت فيه، يقول تعلمت العلم وعلمته لأجل كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن لا لأجلي وإنما ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وآخر يأتي بأمر عجيب، والمرء عندما يتأمل فيه تأخذه لا أقول الرعدة وإنما تأخذه الزلزلة، نسأل الله الثبات والعافية. كيف يصل الرياء بالمرء والنفاق في حبة قلبه إلى هذا الأمر الخطير، أن يموت من أجل أن يقال عنه بعد أن يموت، بعد أن يهلك، حيث لا ينفعه القول في شيء، لا هو بالذي في الحياة يغذوه، ولا هو بالذي في الحياة يرويه، ولا هو بالذي في الحياة يكسوه، ولا هو بالذي في الحياة يضره ولا ينفعه. وثناء الناس في المنتهى ينحل إلى شيء لا يفيد، ثناء الناس في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. أنت عالم، أنت جليل، أنت بطل، أنت نبيل، أنت همام، أنت عالي القدر، إلى غير ذلك، كل هذا في المنتهى لا يسد جوعه ولا يواري عوره، فأي شيء ينحل الثناء في المنتهى إلى كلام لا يفيد. ولكنما نأخذه من زاوية أخرى، لأن الله رب العالمين جعله علامة على شيء، فلنأخذه من هذه وحدها، وأما ما عدا ذلك فلا قيمة له في حقيقة الأمر.